سلطة الكبة، ويا ويلي شو بتطلع طيبة لما بتكون الكبة من الوادي. بنقلي الكبة بزيت حامي وغزير، بقطع البصل الأحمر، البندورة الكرزية والفلفل، وهيك الكبة استوت وأخذت لون بجنن. خلينا نعمل الدريسنج السلطة. حطيت عصير الليمون، زيت زيتون، دبس رمان، ملح وفلفل أسود، بحركهم حتى يتجانسوا مزبوط. وهلأ صار وقت تقديم السلطة. بقطع حبة الكبة من النص طوليا، ضفت نوعين من الخس، أوراق نعنع، البصل الأحمر، بندورة كرزية، فلفل وكبة الوادي، وآخر إضافة رمان وجوز. ووقت التقديم ضفت الدريسنج. صحة وهنا.